منصهران في جرح واحد أو منصهرون جريحان فيها أو الكثير من الجرحى، فهي أمة كالجواد الحر إن كبت تقف من عثرتها لأنها أصيلة كريمة وعزيزة لا تموت. هكذا هي هذه الأمة، أمة تتصل بنهج قادتها من السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوة الشهداء وسيد الفداء. هي أمة تصنع فجرها رغم ألم واقعها في فلسطين أو العراق أو سوريا. الأمل بالفجر والانتصار لا يفارق أرواح ذوي العزائم، وفي سبيل سؤددها تقاوم. مشاهدينا الكرام، ضيف هذه الحلقة من بيت القصيدة الشاعر السوري الشاب عبيدة العبد. أهلا وسهلا بك عبيدة، حللت أهلا ونزلت سهلا في بيت القصيدة. سلمك الله أستاذي، سلمك الله، جزاك الله ألف خير. شكرا لك ولكل كادر قناة الرافدين على هذه الاستضافة الجميلة. أهلا بك من جديد. وقبل أن نذهب وإياك عبيدة إلى أسئلة هذه الحلقة من بيت القصيد، عرفنا عن نفسك قليلا بما تود للمشاهد الكريم أن يعرفه عنك، تفضل. شكرا جزيلا. أنا الشاعر الشاب الطموح لأن يصبح شاعرا مجيدا في المستقبل، عبيدة محمد العبد، من سوريا، من مدينة الرقة درة الفرات، من مواليد 1996. كتبت الشعر في مرحلة متأخرة ولكن والحمد لله أجدته، وشاركته مع الجمعية الدولية للشعراء العرب في عدة مهرجانات وبعض الأمسيات المحلية. وهنا الآن ضيف عند قناة الرافدين ويشاركني ذلك. ونحن كذلك نتشرف يا عبيدة. قبل أن نذهب إلى الشعر، دعنا أن نفتتح هذه الحلقة بهذا السؤال المباشر. يعني أنت تعلم أننا أمة جريحة، ومع هذا فإن وجع غزة يبقى حاضرا. ماذا تقول لأهل غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة في هذه المرحلة من عمر أمتنا يا عبيدة؟ تفضل. رغم الجرح ورغم المصاب الكبير الذي حل بهذه الأمة وهو جرح غزة، ولكنني أقول شكرا لكم يا أهل غزة، شكرا لكم وألف شكر. علمتمونا أن الأبطال يتخرجون من سورة الأنفال ومن حلقات القرآن لا من الكليات الحربية. شكرا لكم لأنكم علمتمونا أن الأبطال الحقيقيون هم الذين صدقوا الله، وليس الأبطال الذين يحملون النياشين والأوسمة على أكتافهم ولم يشاركوا في أي معركة. شكرا لكم يا أهل غزة، يا أهل غزة أنتم الأحرار، من صبركم كل الشعوب تحار. علمتم الدنيا الصمود وسره، فكبيركم وصغيركم مغوار. لم تأبهوا بالقصف، لم تتزحزحوا من أرضكم، لو جنت الأخطار ما ضركم. خذلان من باع الكلام، فأنتم بسمائنا الأقمار. شكرا لكم يا أهل غزة على هذا الدرس العظيم الذي علمتموه للدنيا كلها. يا سلام، ما أجملها من افتتاحية يا عبيدة، وما أنداها من أبيات تنتمي فيها إلى هذا الوجع. كيف لا وأنت ابن سوريا الجريحة تنتمي إلى ترابها، تنفست هواءها وشربت ماءها، ومن المؤكد أن الذي ذاق يعني وجع السكين وألم النيران من المؤكد أنه يعني يتعاطف ويؤازر أبناء وطنه وجلدته وأمته حينما يتعرضون إلى ذات الألم. فعدونا واحد وربما قاتلنا واحد أيضا يا عبيدة. قبل أن نتابع الأسئلة أريد تعليقا منك على ذلك، تفضل. لا شك في ذلك أن الجرح واحد، باعتبار أن أرضنا كانت واحدة ولا تزال رغم هذه الحدود التي وضعها الاستعمار. ولكن الذي قتل الشعب السوري على مدار 12 عاما هو نفسه الذي يقتل أهلنا في ذا منذ أكثر من شهرين. ولكن الحكاية لم تبدأ في هذه الشهرين، في هذان الشهرين، ولكن الحكاية قد بدأت منذ 75 عاما. نعم. منذ 75 عاما
إلا أن القاتل نفسه باختلاف الأسماء واختلاف الملامح، إلا أن دين القتلة واحد لا يتغير، وطرقهم بالقتل وطرقهم بالتعذيب هي واحدة. لهذا جرحنا واحد في سوريا وفي فلسطين، لأن انتماءنا واحد، لغتنا واحدة، ديننا واحد، وقاتلنا سابقا جنبا إلى جنب. يا عبيدة، نريد الآن منك قصيدة بإلقائك الجميل وحضورك الأجمل، قصيدة نبدأ بها هذه الحلقة، تفضل لك الكلمة. سلمك الله أستاذي. أقول قصيدة أولا أهديها إلى غزة والقدس وإلى الشعب الصامد هناك، الذين يدافعون عن شرف الأمة، هم خط الدفاع الأول عن العربي وعن الإسلام. جنود القدس، قيد عدوك واطرحه على الحطب، قيد عدوك واطرحه على الحطب واضرم به النار إعصارا من اللهب. يا أيها البطل المغوار، يا جبلا تثبت الأرض لو أسرعت كالسحب، وادعس على الشر لا تتركه مرتفعا، وامزج دماءك بالليمون والترب. اغضب اغضب، فإن لنا يوما سندركه، لا يرهب الأرض إلا فورة الغضب. واصل كفاحك واصل كفاحك، إن القدس ناطرة، وبالحجارة وبالبنادق وبالصواريخ فلتكتبه في الكتب. حيوا فلسطين والأقصى وأهلهما، خط الدفاع عن الإسلام والعرب، فأهل غزة لن تفنى عزيمتهم، انظر لعزتهم كالصقر عن كثب. ففي فلسطين ما زالت طبائعهم، طبائع الأسد لم تعتد على الهرب. قد جهزوا نفسهم للموت وانطلقوا، وبايعوا الله مجانا بلا ذهب، كي يحفظوا المسجد الأقصى. لقد وقفوا بوجه كل حقير حاقد كذب. 90,000 90,000 يقيمون الصلاة به، ويرتقون على الأعداء كالشهب، ويسمعون جميع الأرض صوتهم، الله أكبر فوق الشعر والخطب. الخطب، أنعم بهذا الصوت الجميل، الصوت يعني الطالع من الأرض الغاضبة الحامل لجذوة الأمل بشباب هذه الأمة، هذا الشباب الواعد الذي لن تفرقه الجغرافيا ولا الحدود، وإنما توحده القضية، يوحده انتماؤه لهذه العقيدة، لهذا النهج، لهذا المبدأ العالي. أحسنت كثيرا أستاذ عبيدة، لا فض فوك ولا عاش شانئوك. هناك الكثير من الوجع يا عبيدة يسكن قلوب العامة كما تعلم، لكن وجع الشاعر تجاه قضايا أمته يكون مختلفا. أريد منك الآن أن تحدثني عن فكرة وجع الشاعر الذي يسبق كتابة قصيدة تنتمي إلى وجع أمته، تفضل. بالتأكيد وجع الشاعر أقوى، لأنه أكثر تأثرا بالواقع المحيط به، وأكثر استشعارا للأشياء الملموسة وغير الملموسة، وأكثر استنطاقا للأوجاع، وهو القادر على ترجمتها عبر الكلمات، يا سلام، عبر القصيدة التي يكتبها، لكي يوصل مشاعره التي عصفت بداخله إلى المتلقي. وهذا الشيء هو الذي يجعل في القصيدة روح. القصيدة التي لا تحمل روحا هي حبر على ورق. فبهذا يستطيع الشاعر بإحساسه الصادق الذي يولد من رحم المعاناة أن يوصل معاناته بكلماته الصادقة إلى المتلقي، إلى أقاصي الأرض، ولو اختلف معه في اللغة، ولكن نبرة الكلام والمشاعر والملامح التي تتأثر بهذه الكلمات هي التي تدل على ذلك. أحسنت أحسنت كثيرا يا عبيدة. أنت تعلم يعني إذا أردنا أن نقيسها بالأمثلة فالأمثلة كثيرة، يعني شرطي المرور يقوم بدوره،
المزارع يقوم بدوره في حقله، الأم تدور أو تقوم بدورها من أجل تربية أسرتها، كل يقف على دوره. ما الدور يا عبيدة باعتقادك، ما الدور الذي يمكن للمثقفين لعبه اليوم بحيث يكون صوتهم مؤثرا ومسموعا؟ ليس المثقفون وحدهم أستاذي الذين يستطيعون أن يلعبوا دورا مهما، بل بإمكان كل صاحب كل منصة وصاحب كل منبر حر أن يوصل صوته وأن يلعب دورا مهما في إيصال صوت المظلومين إلى جميع الأرض. وقد شاهدنا هذا في أحداث في الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أهلنا في غزة، كيف أصحاب المنصات الحرة كيف استطاعوا أن يوصلوا القضية وأن يجعلوها قضية عالمية. فبالتالي المثقف ليس الذي يكتب وليس الذي يقرأ، المثقف هو الذي يستطيع أن يحافظ على إنسانيته بحق القضايا وبحق المظلومين، وأن يوصل صوت المظلوم وأن ينصر المظلوم من دون أن يقف على الحياد في صف الظالم. الله الله، ما أجمل هذا الانتماء إلى هذا الوجع. إن مثل هذا الانتماء يا عبيدة يهون الوجع بل ربما يطببه. يعني منزلة هذا القول من جسد الأمة الموجوع كمنزلة الدواء الموصوف للمريض وبه يبرأ. أحسنت قولا يا عبيدة، أحسنت كثيرا. قبل أن نتابع الأسئلة والنقاش يا عبيدة، نريد منك أن يعني تسعدنا بإلقاء قصيدة جديدة. والله هذه المرة قد أحزنكم قليلا. يا ساتر يا رب، لا بأس في الشعر سعادة حتى وإن كان فيه حزن، لأن قضايانا على جلها أو أغلبها محزنة، لكننا نرجو أن تستشرف الأمل فتحملنا إليه على جناحي الحب والوفاء للأرض والشهداء وكل الناس الذين يستحقون واقعا أفضل. تفضل يا عبيدة. القصيدة هي رثاء في والدي رحمة الله عليه وعلى أمواتكم جميعا وعلى شهدائنا الذين يرتقون في كل يوم وكل ساعة. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. تفضل. سلمك الله. وجع لا ينتهي، أعتى من النار شوقي عندما اتقدا، أعتى من النار شوقي عندما اتقدا، يحرق القلب والأضلاع والكبدا. يا سلام. الروح تبكي على من جاء في حلم والقلب في حيرة في الصدر قد رقدا. متكرما متفضلا من جديد، أعد يا عبيدة، أعد القصيدة من جديد. أعتى من النار شوقي عندما اتقدا، أعتى من النار شوقي عندما اتقدا، يحرق القلب والأضلاع والكبدا. يا سلام. الروح تبكي على من جاء في حلم والقلب في حيرة في الصدر قد رقدا، جرح الوريد وإن طالت مواجعه لا يؤلم الروح لكن يؤلم الجسد. مواجع الروح بركان يثور بها، وغصة القلب في الأرجاء، وغصة القلب في الأحشاء مثل صدى. فقد الأحبة يا رباه أورثني الهم والغم والأوجاع والكمدا، إن الذي بدمي لا شيء يبعده لأن صورته تبقى وإن بعدا. يا سلام. أبي والدي إني بلا سند، هلا رجعت وعدت العون والسندا، فكنت أول من غابوا على عجل وكنت أول من في الحزن قد ولدا. أبي حنون وكل الناس تعرفه، وإن أذينا يصير الذئب والأسدا. أسمعنا من جديد يا عبيدة. فكنت أول من غابوا على عجل وكنت أول من في الحزن قد ولدا. أبي حنون وكل الناس تعرفه، وإن أذينا يصير الذئب والأسدا. ما عاب شيئا ولم يؤذي الورى أبدا، وما حوى قلبه غلا ولا حسدا. أبي محمد هذه خير تكريمة، أنا فخور بأن صرنا له ولدا.
أبي محمد، هذه خير تكريمة، أنا فخور بأن صرنا له ولدا. سكنت عينيه مثل الدمع في صغري، وكان يكتمه كي لا أسيل ندى، وكان يضحك دوما كي يلاطفنا، وفي الفؤاد هموم تشبه الرعدا. عشر عجاف مضت، إن السعادة لا تأتي إلى بيتنا، لسنا من السعداء. عقد وما زالت الأحزان تأسرني، من عاش دون أب في الأرض ضاع سدى. فأنت دفء فؤادي، أنت مسكنه، متى تعود؟ لأن القلب قد بردا. يجول صوتك في أرجاء ذاكرتي، يجول صوتك في أرجاء ذاكرتي، حتى يعزز في الصبر والرشد. ما زلت أذكر في الماضي كلامك لي، كن مؤمنا صامدا يا عبد، كن جلدا. إني على ثقة، والله أكد لي، من مات دون دم حتما مع الشهداء، من مات دون دم حتما مع الشهداء. مشاهدينا الكرام، بعد هذه القصيدة المؤلمة كثيرا التي لا تخلو من صدق العاطفة والشعور البار بالأب، بعد هذه القصيدة لابد من فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، عدنا لكم من جديد، وضيفنا عبر الإنترنت الشاعر السوري الشاب عبيدة محمد العبد. أهلا بك عبيدة مجددا، وقبل أن نواصل نقاشنا نريد منك قصيدة جديدة. حياكم الله أستاذي، حياكم الله. قصيدة جديدة، فضل. القصيدة بعنوان لا، هذه الكلمة التي يجب أن نقولها بوجه كل ظالم، بوجه كل قاتل، لكي يعلم أن كلمة لا هي التي تهز عرشه وتقض مضجعه. لا، هو قلبك المعتاد أن يتكتما، الآن حان الوقت كي يتكلما. عار عليك بأن تظل مكتفا، أعلى الخضوع أردت أن تتأقلما. هو وقت لا، هو وقت لا، قلها ولا تأبه بمن قد كان يوما للخلائق كالدما. هم حركوه كما تشاء نفوسهم، فجثا طواعا عندهم واستسلما. من همه الدنيا يعيش حياته حزنا، وإن بالمال كان منعما. من يختر السفهاء فينا قدوة، قطعا سيبقى في الحياة مذمما. من خاف طاغية، من خاف صهيونا وظل محايدا، سيظل في باب الطغاة مشرذما. اجهر بلائك، اجهر بلائك، لا تكن متخوفا، واصنع بها نحو التحرر سلما. فكن القوي على الصعاب، وفارسا في قلبه زرع الشجاعة بلسما. لا تخش قانونا، وكن متمردا، إن كان ما تفعله ليس محرما. المستحيل خرافة، المستحيل خرافة، فالصرخ وقل أبصرت في عز النهار الأنجما. كن في الحياة مجاهدا بعلومها، كن كالنبي مبشرا ومعلما، كن كالنبي مبشرا ومعلما. طابت هذه البشائر وطاب هذا العلم العالي وهذا الانتماء للضعفاء أو المستضعفين من أبناء أمتنا، أحسنت كثيرا يا عبيدة. ربما كان هناك تعقيب، ربما كان هناك تعقيب بعد القصيدة، تود أن تقول شيئا؟ أود أن أقول هو أنه يجب على كل حر شريف يشعر بالانتماء
لهذه القضية، إن كانت القضية السورية التي تهمشت أو القضية العراقية التي ربما نسيت أو القضية الفلسطينية التي لن ننساها أبدا أو القضية السودانية أو الوطن العربي، أصبح كله قضايا على امتداده من المحيط إلى الخليج. يجب على كل عربي حر شريف أن يقول لا بوجه من وضعهم الاستعمار أحسنت. لكي يفرقونا. أن يقول لا يا عبيدة، هذا ربما يحيلني إلى السؤال يعني يحضر في ذهني الآن، يعني الظلم والخذلان وجعان يتفق بهما الجرح السوري والفلسطيني وربما العراقي. أريد منك الآن أن تحدثني عن شعور الظلم أو شعور المظلوم حين لا يجد من يعينه ويؤازره. هذه أجيب عليها بقصيدة. يا سلام، جميلة هذه المفاجأة. الحزن والغضب هي على لسان كل مظلوم، رأى من خذله يصفق للظالمين. تفضل. بعيد عن الأفراح بعد الكواكب، تحيط بي الأحزان من كل جانب. بعيد عن الأفراح بعد الكواكب، تحيط بي الأحزان من كل جانب. ففي الشرق أحباب سئمت ابتعادهم، وفي القلب أهل أصبحوا كالعقارب. وفي القبر خلان أريقت دماؤهم، وأقسم لن أنسى دماء الأطايب. سعيت إلى الثأر القديم ولم يزل يراعي على الظلام مثل المحارب. وفي الوطن المنكوب طاغ وعسكر، وشعب لديه الذل بعض المواهب. ويسجد للطاغوت طوعا بذلة، ويكفر بالله العظيم المعاقب. فمن أيد الظلام في قتل آمن، يلقى ثمار الظلم عند المحاسب. موالاتكم للقتل تبدو صحيحة، ولكنها والله أم المصائب. ومن قبلوا بالظلم وارتاح بالهم، يريدون عيشا مثل عيش الطحالب. أيوجد فرق بين طعنة خنجر وضربة سيف أو جراح المخالب؟ أليس عظيما أن تعيش بعزة وترفض عيش الخائن المتلاعب؟ ألا أيها الطاغوت، إن كنت جاهلا قصورك أوهى من بيوت العناكب. ستسقط مدحورا وتصبح عبرة لكل حقير في زمان العجائب. يا الله. يعاتبني في الشعر. ستسقط مدحورا وتصبح عبرة لكل حقير في زمان العجائب. اي والله، كان زمان عجائب والله يا استاذ. يعاتبني في الشعر كل معارفي، ولكن قلبي لا يلين لعاتبي. فلست حزينا إن خذلت، فإنني أعلم نفسي دائما من تجاربي. يا سلام. فلست حزينا إن خذلت، فإنني أعلم نفسي دائما من تجاربي. أحسنت كثيرا يا عبيدة. أكمل. من كثر ما جربنا الويلات والأسى، وجربنا أن نستنجد من بعد الله بإخوتنا إن كنا نحن السوريون أم إخواننا الفلسطينيون، وخذلونا، أصبحنا نتعلم من تجاربنا ولا نستنجد أحدا غير الله. أحسنت كثيرا يا عبيدة. كيف يمكن للقصيدة أن تكون شاهدا على الجريمة المرتكبة بحق الإنسانية؟ ليست القصيدة وحدها من تكون شاهدة على الجريمة بحق الإنسانية، وهذا الأمر رأيناه، بل الصورة، الرواية، القصة، وحتى الرسمة. ورأينا أطفال غزة منذ أيام كيف رسموا رسومات بريئة تعبر عما فعله الاحتلال بهم. نعم. ولكن للقصيدة وقع خاص عند محبيها، عند معجبيها، عند الذين يبحثون عن الكلمة الصادقة المؤثرة، وهذا ما رأيناه في العصور الماضية.
كيف كانوا يجسدون ملاحما ويجسدون مآتما ويجسدون أفراحا، ربما بالقصيدة، فتبقى هذه اللحظة خالدة. خالدة هذه القصيدة. ولا ننسى أيضا دور التلفاز، ربما الفيلم يعبر أيضا، أو المسلسل، وهذا رأيناه أيضا في مسلسل التغربة الفلسطينية للمخرج الراحل حاتم علي، كيف نعم لا زال يعلم الأجيال القادمة ويعلم أجيالا ستأتي بعدنا عن هذه القضية التي لن ننساها أبدا، ولكن تبقى للقصيدة وقعها الخاص عند من يبحث عن الكلمة الصادقة. عند من يبحث عن الكلمة الصادقة، أكيد هذه الكلمة تكون يعني ممزوجة بدموع الوجع. إلى متى سيظل الوجع يتمدد في جسد أبناء أمتنا يا عبيدة؟ ما المطلوب حتى يبرأ هذا الوجع وينتهي؟ سيبقى الوجع ممتدا من المحيط إلى الخليج يا ما رجل، دام لماذا ما هذا دام التشاؤم؟ كن متفائلا قليلا ولو بالحد الأدنى، قد يقول قائل. سيبقى الوجع متأصلا في قلب الأمة نعم. التي هي فلسطين ما دامت تحكم شعوبنا العنصرية ربما، أو التفرقة إن صح نعم. التعبير، وهذه الحدود الواهمة والتي أصبحنا أو أصبح البعض يقدسها، ويقدس جواز السفر الذي لا قيمة له إلا عند الذي صنعوه. المطلوب هو أن نتعامل مع بعضنا، نحن كشعوب عربية لنا لغة واحدة، دين واحد، وتاريخ واحد، والأهم من هذا هو الدم الواحد، أن نتعامل مع بعضنا بالحب، يا سلام، إذا أنت بالإنسانية. ترى أن جواز السفر العربي المسلم ينبغي أن يكون مرتبطا باللغة والدين نعم، والهوية والجرح. هويتي والجرح، أنا عربي على امتداد هذه البقعة الجغرافية من أي مكان، إن كان من المحيط إلى الخليج، في العراق، في السودان، في مصر، في المغرب في العربي، كل في مكان. ليبيا، في كل مكان جرحي واحد، يؤلمني ما يصيب أخي في العراق، يؤلمني ما يصيب أخي في موريتانيا، يؤلمني ما يصيب أخي في كل مكان من هذه البلدان التي للأسف فرقتها الحدود. إذن جواز يلزمنا سفرنا إلى بعضنا البعض هو شعورنا ببعضنا البعض. شعورنا بعضنا بعض، وشعورنا بالحب تجاه بعضنا يا سلام، يا البعض. سلام عليك يا عبيدة، أحسنت، أحسنت كثيرا. لكن هناك الكثير من القيم العربية السامية بدأت تتلاشى يا عبيدة، أو ربما يعني تقل في زماننا، ومنها النخوة مثلا كما يرى كثيرون من الشعراء ويعني المتذوقين للأدب أو المثقفين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يرون أن هناك الكثير من القيم العربية السامية للأسف في طريقها إلى الاندثار. ربما كانوا مغالين مبالغين قليلا، لكن هذه يعني وجهة نظر تلامس جزءا من الواقع الذي نعيش. السؤال يا عبيدة، يعني ما الذي ينقصنا باعتقادك أو برأيك كشاعر وكإنسان موجوع فقد وطنه ويحلم بالعودة إلى بلده الذي أخرج منه عنوة، ما الذي ينقصنا حتى نعود أمة واحدة مترابطة مرتبطة بتاريخها ودمها وأبنائها؟ أكيد وجهة النظر في اندثار بعض القيم العربية السامية، وربما النخوة قد يصح هذا التعبير وقد لا يصح، إن صح التعبير فنكون نكون قد ظلمنا إخواننا الذين خرجوا في قسونا مظاهرات، قليلا نكون في حال نظرنا للفكرة وأن الصورة السائدة هي أن أخلاقنا وقيمنا العربية والإسلامية مثلا أخذت طريقها إلى الاندثار، نكون قد قسونا على أنفسنا. صحيح، قسونا على أنفسنا وعلى إخوتنا الذين رأيناهم خرجوا في مظاهرات حاشدة أحسنت، تؤيد وترفض هذا الظلم وهذه الجريمة التي يفعلها الاحتلال بحق إخوتنا في غزة. ينقصنا الضمير العربي الذي هو جوهر كل عربي شريف، لكي تعود الإنسانية إلى قلوبنا ويعود الحق إلى أهله الذي لن ننساه أبدا إن شاء الله. خذنا إلى قصيدة جديدة يا عبيدة، نريد أن نسمعك من جديد
وأنت تغرد شعرا وتقرأ مما تحب، وما تحبه نحبه. سلمك الله أستاذي. القصيدة أهديها إلى بلدي سوريا وعن وجعها. تفضل. مهداة إلى دمشق وإلى كل المدن الموجوعة في سوريا، وأيضا أهديها إلى غزة لأن الجرح واحد والأرض لا واحدة. تضيق واسعا، ولتكن الهدية شاملة إلى كل وطننا الموجوع المجروح. إلى كل وطننا الموجوع. تفضل. إي ابن أدلب علم الأوغادة، إي ابن جلق علم الأوغادة، إي ابن غزة علم الأوغادة، كيف الصمود سيغلب الأعداد، كيف السيوف تمزق الأكباد، فاقت بكفك عدة وعتادا، لا تخش طائرة ولا دبابة، أقصف عدوك واكسر الأصفاد، ناداكم الرحمن واشتاقت لكم حور الجنان، فكبروا من نادى، لا تيأسوا إن مات بعض بنيكم، الموت عذب إن يك استشهادا. يا سلام. الله قد وعد الشهيد بجنة، لا تيأسوا إن مات بعض بنيكم، فالموت عذب إن يك استشهادا، فالله قد وعد الشهيد بجنة وأعدها للمتقي إعدادا، وأعد للطاغوت نار جهنم سوداء كانت للطغاة معادا. يا جلق الفيحاء، يا إدلب الخضراء، جئتك متعبا، حزني عليك يفتت الأكباد. لم تبق عند العرب أية ذمة، تركوك والنذل الخسيس تمادى، تركوك تحت القصف عقدا كاملا، وبكل قبح عوموا الجلادا، وقفوا على صف الحياد بصمتهم، فقط المنافق من يريد حيادا، هم ينظرون إليه كيف جنوده قتلوا الجميع وشوهوا الأجساد. وقفوا على صف الحياد بصمتهم، فقط المنافق من يريد حيادا، الله عليك. هم ينظرون إليه كيف جنوده قتلوا الجميع وشوهوا الأجساد، قد صفقوا للنذ أين كلابه اغتصبوا النساء ويتموا الأولاد، قصف المساجد والمشافي ما رعى حق الجريح بأن ينال ضمادا، وبحجة الإرهاب أحرق شعبه حرم الشيوخ بأن ترى الأحفاد، فمتى يعود من الصحابة قائد، فمتى يعود من الصحابة خالد حتى ينادي في الجموع جهادا، مهما تعذبنا وطال نضالنا سيطل يوم يحمل الأعياد. يا سلام. حق مهما تعذبنا وطال نضالنا سيطل يوم يحمل الأعياد. أحسنت. فالله حق سوف ينصر دينه وجنوده، لن ينصر الإلحاد. يا بائع الجولان، رسالة لبائع الجولان، يا بائع الجولان لست مقاوما، أتظن أنك تصنع الأمجاد، يا طفل إسرائيل لست سوى فتى حرق الشآم ليرضي الموساد. أحسنت كثيرا يا عبيدة. بعد هذه القصيدة المنتمية إلى جرح سوريا، جرح فلسطين، جرح الأمة التي لن تموت بإذن الله، وستبقى حية فوق صدر كل مستعبديها وسارقي شمسها، وستسترد شمسها بقدرة الله ثم بعزيمة أبنائها. أحسنت كثيرا يا عبيدة. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل ومن ثم نعود. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم أينما كنتم. وصلنا إلى
الفقرة الختامية من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. معنا عبر الإنترنت من سوريا الشاعر الشاب عبيدة محمد العبد. أهلا بك عبيدة مرة أخرى. حياكم الله. كيف يمكن للأمة أن تنهض من كبوتها يا عبيدة؟ كيف يمكن لأمتنا نحن أن تتعافى؟ ما الذي تحتاجه حتى تحقق هذا الحلم أو هذا طبعا الحق؟ لا شك هذا الحق طبعا لا شك شيء لا جدال فيه بالوحدة في العربية. فالوحدة العربية تحتاج أن نتكاتف نحن كشعوب بغض النظر عن انتماء الحكومات، فهو لا يهمنا أبدا. نحتاج أن نتكاتف كشعوب متناسين ومتخطين هذه الحدود وهذه المسميات تحت أي طابع كانت. يلزمنا أن نحس ببعضنا، أن نحس بجرحنا أكثر، وأن نقدم أكثر، وربما يلزم أن نقدم الدم. فلا يعيد الأرض ولا يعيد الوحدة إلا الدم. فأسلافنا سابقا قد وحدوها بالدم، وربما نحن نستطيع أن نعيدها بالدم. فهذه الوحدة تحتاج إلى تضحية لا شك، وهذه الأرض تستحق أن نضحي من أجلها، ومقدساتنا تستحق أن نضحي من أجلها وأن نبذل الغالية والنفيس. ومن الحبر أيضا يا عبيدة ما يصون الدم وينصر الدم ويؤازره. خلينا نتحدث الآن قليلا أنا وأنت عن دور الشاعر في معركته تجاه نصرة القضايا الكبرى. يعني هناك واجبات ينبغي القيام بها باعتقادك أو من تجربتك أو حسب ما ترى هذه الصورة. ما هي الواجبات التي يجب على كل شاعر، على كل مثقف أن يقوم بها من أجل نصرة قضايا أمته الكبيرة؟ لا شك أن الشاعر أو المثقف إن كان كاتبا أو روائيا أو قصة هو صاحب كلمة. نعم. فيجب عليه أن يعرف أو أن يعلم أين يضع هذه الكلمة، وفي البداية يجب أن يكون إنسانا يضعها في موضع نصرة الحق. صحيح. تفضل. فالشاعر الذي لا يناصر الحق بشعره ويذهب إلى صف الحياد أو في عز قضايا الأمة وبعز احتياجنا له وفي أشد الحاجة لهذه الكلمة الصادقة يذهب لكي يتكلم عن بعض الأمور الثنائية أو الثانوية التي لا تلزم هذه القضية، أنا هذا الشاعر أبدا لا يلزمني ولا يهمني أمره. هذا شاعر ترفيه أبداً. هذا شاعر ترفيه، شاعر تسلية، شاعر عابر، ليس شاعر قضية. الشاعر عندما سمى نفسه شاعرا وعندما سلك هذا الدرب يجب عليه أن يعلم أن هذا الدرب يلزمه أن يكون إنسانا صاحب ضمير حي لا ينسى قضايا أمته. نعم. أبدا. فدور الشاعر كبير. أحسنت. وواجب كثيرا عليه أن يناصر هذه القضية بكل ما يملك. شعراؤنا قبل كانوا يضحون بأنفسهم وليس بكلماتهم، الآن نحن نطلب من الشاعر أن يكتب الحق وأن ينصر الحق فقط، لا نطلب منه أن يضحي بنفسه أو يضحي بدمه أو بروحه. ونصرة القضايا الكبرى فرض عين على الشعراء جميعا. صدقت أستاذي. فمن هنا نحن نطلب من الشعراء أن لا يتوقفوا وأن يكتبوا وأن ينشروا وأن يناصروا الحق ويناصروا المظلوم وأن يقفوا في وجه الظالم. فكلمة لا التي تحدثنا عنها منذ قليل هي سلاح هذا الشاعر، صرخة في وجه كل ظالم معتد مغتصب جبان. الكلمة هي أشد بأسا على الظلام. لا شك أن من يحارب بالبندقية على الأرض له دوره الفعال وله كلمته. كلمته هي الرصاصة، ولكن كلمة الشاعر هي التي تخلد هذه الرصاصة وتشيع ذكرها في كل الأرض. وبعض القصائد بنادق محشوة بانتماء الشاعر لقضاياه الكبرى ورصاصها يصيب ويدهش أيضا.
صدق أستاذي، ذكرني هذا ببيت نزار قباني: عندما تبدأ البنادق بالعسف تموت القصائد العصماء. ربما القصيدة أحيانا تكون مثل الرصاصة، كما أحسنت. ذكرت، عندما تخلد ملحمة ما أو حادثة ما، وقد تؤرق هذا الظالم أو هذا القاتل وتمنعه من النوم. أصبت الكبد بهذا الرأي يا عبيدة، وستصيب أكثر بالقصيدة التي ستلقيها علينا الآن بأداء جميل وحضور أجمل، ونص من المتوقع أنه لا يقل دهشة وجمالا وانتماء للأمة كإخوته الذين سبقوه. واستمعنا يعني إليك وأنت تلقي هذه القصائد، ولم نمل بعد ولن نمل أكيد، لكن نحن مرتبطون بوقت، لذلك نريد أن يعني نستثمر هذا الوقت باستماعنا لك من جديد. تفضل. سلمك الله أستاذي. قصيدة ثانية تحت عنوان جنود الله والأقصى. تفضل. فلسطين هذا اليوم أقوى وأكبر، القوة من الله. فلسطين هذا اليوم أقوى وأكبر، على كل طاغ فوقها يتجبر. فلسطين من بدء الزمان عظيمة، ولكن خذلان الأقارب يكسر. الله أكبر. مساحاتها الأبطال كالأسد زحفهم، ولحم بني سعدان ليس يوفر. ففي المسجد الأقصى كرامة من أتى على ظهر خيل، والمهند يزأر. لقد فتحوا الدنيا بعزة دينهم وبالحق لا بالظلم، في القدس عسكروا. وحين أتى الفاروق قال لصحبه: نعز بدين الأنبياء ونفخر. الله. فإن شئتم العز العظيم بغيره أذلكم الرحمن، والدين يظهر عصي على الأعداء. مسجدنا الذي به أنبياء الله صلوا وكبروا، وكبروا في عصي على الأعداء. مسجدنا الذي به أنبياء الله صلوا وكبروا. فلسطين لا تخشي، ستأتي خيولنا بإذن الله. تدوس بني سعدان والظلم يقهر، تعيد إلى القدس الشريفة مجدها، ويخضوضر التاريخ والحق يزهر. ونرجع والدنيا بقبضة كفنا إذا شاء ربي، والوعيد مقدر. إذا شاء ربي والوعيد مقدر. إن شاء الله يتحقق هذا الوعيد يعني قهر كل ظالم لنصرة كل مظلوم، وأن يتحقق هذا الأمل بأن يزهر على أيدي الشباب الصادقين من أبناء هذه الأمة، ومن طليعتهم الشعراء أصحاب الفكر الناصع أصحاب القضايا الكبرى، وأنت منهم ولا شك يا عبيدة، ولا نزكيك على الله. رسالة إلى الوطن يا عبيدة، الوطن الذي تحبه، سوريا التي تنتمي إلى وجعها، العراق الذي يعني تنقل صوتك من خلال رافديه، القضية الثابتة فلسطين، رسالة إلى الوطن الذي تحب، ماذا تقول؟ بداية أستاذي أود أن أقول: عندما يخوننا التراب أو يرفضنا التراب، فالتراب لا يخون، عندما يرفضنا التراب تحرضننا قلوب أمهاتنا. يا سلام. قلوب أمهاتنا، فقلب الأم هو الوطن الأساسي أو الوطن الذي لا انتماء بعده. وأود أن أهدي والدتي وتحية لوالدتك التي أنجبت شاعرا مجيدا، وتحية لكل أمهات الأرض. أشكرك يا عبيد. أود أن أهدي لهن هذا البيت: قمر منير وجه أمي دائما، عذب فرات صوتها يترنم. وأهدي إلى درة الفرات قصيدة بعنوان: تناقضات فراتية، وقد أقسو على مدينتي قليلا بها. إذن هذه قصيدة ختام هذه الحلقة، اخترتها مسك الختام، نرجو أن يكون عتب محب لا عتب القاسي. تفضل يا عبيدة. عتب عاشق والله. تفضل. لا أنت أنت ولا الفرات فرات، لا أنت أنت ولا الفرات فرات، تتغيران وحبكم لعنات. يا درة الأحباب
قلبي متعب فمع الأسى تتولد الآهات يا درة الأوجاع. صرت مشردا ورفاقي الأحجار والأموات أغفو على صوت الهزيمة مرهقا، والكون حولي كله ظلمات. أقتات من نهر الفرات مواجعي، فمتى السعادة يا ترى؟ أقتات نهر المحبة، نهر المحبة كيف أصبح قاتلا؟ هل نحن في شرع الفرات جنات؟ أغرقت أبناء أتوك ليمرحوا، والجسر يصرخ حلت المأساة. ما عدت يا نهر الفرات تثيرني، أنا إن ذكرتك تهدم اللذات. أنا ضائع في الكون دون خريطة، وبرغم هذا خانت الطرقات. منفى وأوجاع وصدر ضيق وجوى يزيد مصائبي وشتات. أنا شاعر يحتاج مأوى آمنا حيطانه الأوزان والأبيات. الله، أنا شاعر يحتاج مأوى آمنا حيطانه الأوزان والأبيات. هل تعرفيني؟ هل تعرفيني؟ هل نسيت ملامحي؟ لن ترجع الأيام والأوقات. أنكرتني منذ ابتعدت مسافرا، أنا مرغم، أنا مرغم. هل ينفع الإثبات؟ لو كنت مرتاحا لما غادرتكم، لكن همي أنهم قد ماتوا. أنت المصيبة، أين كنت حبيبتي؟ وأنا القتيل تزفني الدمعات. يا رقتي، يا رقتي قد خنت عهد محبتي، والقلب من سيل الجروح رفات. صدقت كل الجاهلين وبعتني، فأنا الرشيد، فأنا الرشيد وكلهم نكرات. أغرتك نفسك مثل ما فعل الفرات، أغرتك نفسك مثل ما فعل الفرات. فهل لقلبي من هواك نجاة؟ لا تغضبا مني، لا تغضبا مني لفرط قساوتي، فلقد قست من قهري الكلمات. فلكم نغيب، فلكم نغيب بدون عذر عنكم؟ فالبعد دهر واللقاء لحظات. فالكل يبدع بالهجاء، فالكل يبدع بالهجاء تهجما، وأنا هجائي، وأنا هجائي للفرات فرات، الله، وأنا هجائي للفرات فرات. الكل يبدع في الهجاء تهجما وأنا هجائي للفرات فرات. أحسنت بهذا الانتماء يا عبيدة، سعدنا بك في هذه الحلقة ووصلنا إلى الختام. شكرا جزيلا لك يا عبيدة. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، لقد سعدت كثيرا ويشرفني أنني كنت مع شاعر مثلك أستاذ جميل. وبورك بك ودمت شاعرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.